نشرة أخبار الثامنة من يو تي في، هذه أبرز العناوين. منتدى العراق يستهل أعماله بثلاث ورش حوارية، مستشار الحكومة يتحدثون عن أولويات وتحديات الشهور الستة. مساعدة وزير الخارجية الأمريكي تتحدث من بغداد عن استراتيجية بلادها في المنطقة وتقول العراق حجر أساس استقرارها. الموازنة تهيمن على نقاشات المشرعين ولجانهم لتخفيف العجز، والبرلمان يفتح الأبواب أمام استضافة المحافظين. وثلاثة آلاف معتقل بوشاية المخبر السري في صلاح الدين، ورئيس السيادة النيابية يقول العفو العام مطلب عراقي. أهلا بكم إلى التفاصيل. يستهل منتدى العراق اليوم أعماله المقررة على مدار ثلاثة أيام بجلسات حوارية سياسية تستضيف مستشارين في الحكومة وسفراء، إلى جانب باربارا ليفا مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى وشخصيات أخرى. جلسة اليوم تستهدف تبادل الرؤى ومناقشة مجموعة واسعة من استراتيجيات الدولة ومبادرات الإصلاح، بدءا من النظم السياسية والأمنية والاقتصادية والمالية إلى إدارة الدولة للطاقة والمياه والخدمات العامة. وتنظم منتدى العراق مؤسسة الشرق الأوسط للبحوث ميري بالشراكة مع مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية، ويحظى المنتدى برعاية شركات ومجموعات فيما ترعاه يو تي في إعلاميا. هذا وستشهد أعمال المنتدى في اليومين المقبلين استضافة نخبة من كبار الشخصيات وصناع القرار في العراق، على أن يكون ختامه حوارا مع رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني. منتدى العراق يناقش الأشهر الستة من عمر الحكومة سياسيا وأمنيا واقتصاديا عبر ورش حوارية تستمر حتى الخميس المقبل مع نخبة من صناع القرار والقادة. ستة أشهر من عمر الحكومة، مدة جديرة بالدراسة والبحث، كانت موضوع ورش حوارية أجراها منتدى العراق وناقشت السياسة والاقتصاد ومكافحة الفساد وإصلاح النظام المالي. ثلاثة أيام من النقاشات تجمع أصحاب القرار بأصحاب الفكر في محاولة لتقوية نظام الحكم وتقويمه من خلال طروح فكرية ودعم دولي يعزز الاستقرار ويدفع إلى الازدهار. اليوم نبدأ بحوارات طاولة مستديرة يحضرها شخصيات، في الجلسة الأولى مستشاري رئيس الوزراء يتحدثون عن التحديات والتقدم، وبعدها نائبة وزير الخارجية الأمريكي باربرا ليف ستحضر، سنحاورها على السياسة الأمريكية استراتيجيتها في المنطقة وفي العراق، وأيضا جلسة سفراء يتحدثون عن شراكة العراق مع الدول المتحالفة. في هذه الجلسة حديث جمع مستشارية رئيس الوزراء مع رؤساء مراكز بحوث ودراسات استراتيجية، والغاية تقييم الأداء الحكومي وإعطاء الملاحظات وفق دراسات وإحصاءات مسجلة. بالمقابل يستعرض المستشارون ما تم إنجازه وما تحتاج إليه الحكومة لإنجاح برنامجها، وهذا بالتالي معناه أن الحكومة العراقية قد خلقت حوارا اجتماعيا لتبادل وجهات النظر تجاه الأداء الحكومي، وكذلك تلقي التغذية الرجعية أزاء الأداء الذي قام به السيد رئيس وزراء الساد محمد الشيع السوداني خلال الستة أشهر الماضية، وكذلك بالمقابل تطوير المنهاج الوزاري والبرنامج الحكومي والبرنامج الوزاري من خلال الرؤى التي ستطرح خلال المؤتمر على مدى الأيام الثلاثة القادمة. اليومان المقبلان سيشهدان حضور رئيس الوزراء مع عدد من أعضاء كابينته الوزارية، السياسة والاقتصاد والطاقة والتغيرات المناخية، ملفات ستطرح على طاولة النقاش بالإضافة إلى قادة سياسيين. ستة أشهر من عمل الحكومة، ما لها وما عليها، الإنجازات والتحديات، فضلا عن العلاقات الدولية للعراق، هذا ما ركزت عليه الجلسات الحوارية في اليوم الأول من منتدى العراق. من بغداد، أحمد مؤيد، يو تي في.
وخلال الورشة الحوارية الأولى عن 6 أشهر من عمر الحكومة، قال عقيل الخزعلي مستشار رئيس الوزراء إن الحكومة تخوض تحديا لتحقيق برنامجها، حيث حولت أولوياته إلى أكثر من 600 إجراء تنفيذي بتوقيتات محددة. الوزاري والبرنامج الحكومي هو التحدي الكبير في كيفية تحويل 159 أولوية إلى برنامج حكومي ذو خطط قصيرة مدى محكومة بأجل الحكومة اللي هو لمدة 3 سنوات، فضلاً عن وجود توقيتات حاكمة في أنتم تعرفون في المنهاج الوزاري لدينا توقيتات لا تتعدى الشهر، لدينا توقيتات في قوانين العدالة الانتقالية لا تتعدى 6 أشهر، لدينا الانتخابات التي يجب لا تتعدى مثلا السنة. ولكن أيضا هذا المنهاج والبرنامج الحكومي جاء بلفتة جديدة أن حول هذه الأولويات إلى 660 إجراء تنفيذي، أي بخطط تشغيلية مرحلية سريعة المدى، وهذه أيضا لأول مرة تكون التبني من خطط تنفيذية عامة إلى خطط تفصيلية تشغيلية تنهض بها كل قطاعات الدولة وخصوصا الوزارات. لأول مرة يدخل البرنامج الحكومي في قانون الموازنة، عندما كتبنا مشروع قانون الموازنة أدخلنا البرنامج الحكومي ضمن الأولويات الخمسة التي تشمل يعني قطاعات مكافحة الفساد، مكافحة الفقر، مكافحة البطالة، تحسين الخدمات. من جانبه أكد صالح ضمد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصحة أن البرنامج الحكومي يتضمن 5 أولويات تتلخص بتوفير الخدمات وإنهاء الفقر والبطالة ودعم الاقتصاد ومحاربة الفساد. الخدمات عانت معاناة كثيرة خلال السنوات السابقة من مجاري وأنقاض وشوارع وجسور، يكاد يكون يمكن الجسور اللي انبنت بالعراق 30 سنة أو أكثر، فهذا الجانب إلى أهمية كبيرة. يتضمن أيضا جانب الصحة وجانب الكهرباء، هذه من الخدمات المهمة جدا. الأمور الأخرى، المحاور الأخرى الأساسية هو الإصلاحات الاقتصادية. أيضا قامت الحكومة بإجراءات وقرارات جريئة خلال هذا المحور حتى تنهض بالاقتصاد العراقي، بخصوص خاصة في موضوع الطاقة واستثمار الغاز والكهرباء اللي تعتبر العصب الأساسي في موضوع الاقتصاد والمعامل وتوطين الصناعة الدوائية. ففي كل المجالات وفي كل الوزارات هنالك جانب اقتصادي مهم جدا، هذا دعمت الحكومة بقرارات جريئة حتى تحسن من وضع الاقتصاد في البلد. إلى ذلك أوجز حسين علاوي مستشار رئيس الوزراء للشؤون الأمنية خطوات الحكومة العراقية في مجال الأمن خلال 6 أشهر، ومنها ضبط ملف الحدود والعلاقة مع البيشمركة والحد من هجمات داعش الإرهابية. الخطوات اللي عمل بها السيد رئيس وزراء القائد العام للقوات المسلحة سالم محمد الشيع السوداني كانت مهمة جدا، خصوصا في قضية إدارة أزمة الحدود، وهذه كانت مهمة جدا في الخط الصفري اللي هو كان على الجانب الإيراني وعلى الجانب التركي، ويتواجد لأول مرة مخافر حدودية تحمل العلم الاتحادي وكذلك تتعاون مع قوات البشمركة في هذا المجال لمسك هذه الحدود اللي هي 40 سنة ما كانت موجودة هنالك مخافر حدودية. نعيش أول مرة قضينا رمضان من دون هجمات إرهابية، وهذا كان إنجاز يحسب لقواتنا المسلحة وإشراف طبعا القائد العام للقوات المسلحة، وطبعا احنا القائد العام للقوات المسلحة في إطار هذه 6 أشهر برنامج للإصلاح الأمني وكذلك برنامج المتقدم للنظر إلى تطوير قطاع الأمن والدفاع وكذلك الخدمات الأمنية. لاحظنا جواز الإلكتروني وتفعيله، لاحظنا كذلك تطوير خدمة البطاقة الموحدة، تطوير الخدمات كذلك الخاصة بالتقدم للمواطن من قبل وزارة الداخلية، وكذلك ما يخص علاقتنا مع الحكومة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، لاحظنا الاجتماعات المكثفة، اللقاءات الطويلة ما بين قيادة العمليات المشتركة وقوات البشمركة، وهذا كان تطور كبير في عملية أنه دحر الإرهاب، تبادل المعلومات. رئيس المعهد العراقي للحوار عباس العامري ذكر أن ما أنجزته الحكومة أمر مهم ويحسب للقائمين عليها، منبها إلى أهمية أن يكون الاستقرار الأمني حاضرا لتحقيق المصالح والبرنامج الحكومي. بعد مرور 3 أشهر تحقق من الاتفاق السياسي 33%، والبارحة طلعت على تقرير أيضا أن المنهاج الوزاري بالخطوات الإجرائية تحقق من عدة 43%، وهذه نسبة عالية جدا بعمر حكومة اليوم أو بعد يومين 3 تكتمل 6 أشهر فقط من عمرها.
فبصراحة هذا شيء يحسب للفريق الحكومي وإلى الحكومة بشكل عام، سواء الرئيس أو السادة الوزراء من جد منهم طبعا. عادة في الاستراتيجيات وبناء الدول أو إعادة البناء هنالك ثلاث مصالح توضع بنظر الاعتبار. المصلحة الأولى هي أن يستقر أو يحصل الأمن أو ما يعبر عنه بالبقاء. البقاء هو أساس بناء كل شيء، فالدولة ما لم تكن مستقرة أمنيا وما لم تكن مبنية يعني بشكل صحيح حواضنها، سوف لن يتحقق المصالح والأهداف الأخرى أو أي برنامج. السفيرة في وزارة الخارجية صفية لسهيل قالت إن جلسة الاستهلال لمنتدى العراق قدمت إحصاءات ونسبا واقعية لما أنجز من البرنامج الحكومي وما يمكن تقديمه في المرحلة المقبلة. بدأ اليوم الجلسة الأولى، كانت موفقة برأيي كونها جمعت مجموعة من مستشارين سيد رئيس الوزراء وأيضا أحد الزملاء في مستشارية مجلس النواب، واللي تكلموا عن إنجازات الحكومة والتحديات بنسب واقعية وبتحليلات وبرؤية علمية دقيقة وإحصائية واضحة حول البرنامج الحكومي والبرنامج التنفيذي الإداري واحتساب الإنتاج والإنجاز وأيضا التحديات اللي واجهت العمل وما ممكن تقديمه في المرحلة المقبلة. بصراحة أمر طيب وموفق برأيي، لأن يفرش حقيقة البرنامج والأفاق المستقبل القادم ببرنامج واضح قابل للتنفيذ بإذن الله من كل من كل من من الجهة اللي يمثلها. إلى ذلك، أكدت باربارا ليف مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى أن حكومة بلادها الحالية تنظر إلى العراق بوصفه حجر أساس لاستقرار المنطقة وبلدا ذا سيادة لا مكان لتصفية الحسابات. حجر أساس ننظر إلى العراق بأنه في الحقيقة استقراره وأمنه وسيادته هو أساسي في الحقيقة للمنطقة برمته، هذا هو منظورنا تجاه العراق. ما هو للعراق، ما هو للأمن والاستقرار، بالتأكيد هذا سيكون للمنطقة برمته، ليس فقط لجيران العراق، بالتأكيد لجيران العراق. وفي الحقيقة أنت على صواب، في الحقيقة هنالك موجود هنالك إدارة سابق كان هذا الرأي موجود، ينظرنا للعراق ومفهوم يختلف عن مفهوم بايدن. ننظر للعراق كعراق فقط فيما يتعلق في المصالح الوطنية للعراق وعلاقات الثنية، وليست ساحة معركة، وليست حرب بالوكال، وليست ساحة تصفية حسابات.
من جانبه قال السفير البريطاني لدى بغداد مارك برايسون أن منتدى العراق يمثل فرصة للحوار بين السياسيين العراقيين وتوضيح سياسة الحكومة، مؤكدا ليو تي في أن لندن تسعى لتوسيع التعاون مع بغداد ومواجهة التحديات المشتركة. طبعا منتدى العراق فرصة جيدة بالنسبة للحوار بين العراقيين المحللين السياسيين والمجتمع الدولي بالنسبة للوضع هنا في العراق وبالنسبة للسياسة للعراق. بالنسبة للمملكة المتحدة في شراكة عميق من المملكة المتحدة، ولكن في نفس الوقت احنا نريد نوسع هذه العلاقة. من زمان ركز على الأمن، على الدفاع، السياسة. الآن احنا نريد نستمع التعاون والتنسيق في هذه المجالات، ولكن برضو احنا نريد نستعمل المباد بالنسبة للتعليم، بالنسبة للثقافة، بالنسبة للتحديات المشتركة مثل البيئة وتغير المناخ. واليوم أنا أتكلم شوية بالنسبة هذه التحديات المشتركة وكيف ممكن احنا نستعمل المباد. عن منتدى بغداد للحوار ينضم إلينا رئيس مؤسسة الشرق الأوسط للبحوث ديلاور علاء الدين. مرحبا بك سيد ديلاور. بداية، وأنتم أحد منظمي منتدى العراق، ما الذي يسعى إليه المنتدى وما أبرز أهدافه؟ تفضل. عليكم السلام. السلام على المشاهدين. المنتدى كما قال الصحفية واللي غطى البرنامج بعد 6 أشهر من هالحكومة، والحكومة اللي اجت بعد سنة من اضطرابات في العراق سياسية وعدم تشكيل حكومة، الآن عندنا 6 أشهر من وضوح واستقرار. هناك تقدم وهناك تحديات، والقادم ربما أكثر. فآن الأوان أنه نلقي نظرة لما تطور ولنقيم ليس فقط كيفية مواجهة التحديات كقضية الإصلاح المالي أو قضية الدولار وقضية القضايا الأمنية الشائكة وقضية التنويع الاقتصادي، وهناك قضايا أخرى متعلقة بالعلاقات الداخلية والنفط والعلاقة مع الجيرة والجيران مع القوى العظمى. كل هذه مواضيع شائكة ومواضيع يستحق الدقة والحوار السياساتي بين أصحاب الفكر وأصحاب القرار. وهناك في هذا التجمع، في هذا المنبر، ساعدنا على جمع أو خلقنا جو إيجابي أكاديمي لجمع أصحاب الفكر والدبلوماسيين والشركاء وصانعي السياسات وصانعي القرار لتبادل الرؤى ولتحاور بشكل جاد حول أفضل طريقة لمواجهة كل هذه التحديات والمضي بالعراق في المراحل القادمة إلى حلول لهذه المشاكل العائقة. فهناك الكثير، فهناك جلسات 11 جلسة قادمة بكرة وبعد بكرة لمداولة كل قطاع على حدة وكل جانب وكل تحدي منفصلا. وطبعا لدينا ضيوف وخبراء أجانب وعراقيين ينظرون لهذه المشاكل من زوايا عدة. يعني سيد ديلاور، الورشة الأولى اليوم كانت بعنوان 6 أشهر في الحكومة، التقدم والتحديات. يعني كيف تتابعون إنجاز البرنامج الحكومي وما التحديات التي تواجهه؟ هو تقييم أي حكومة، خصوصا في جو وديناميات معقدة كالعراق وفي هذا المحيط، ليس من السهل بشكل سطحي أو عشوائي الواحد يقيم أنه جيد أم غير جيد. يحتاج إلى عمق، يحتاج إلى دراسة، يحتاج إلى توضيح، ويحتاج أنه الساسة يعبرون عن رأيهم ويسهلون الأمر للمواطن، يبسطون الخطاب بشكل أنه المواطن يفهم ماذا يعمل الحكومة، ماذا تعمل الحكومة، وماذا يتوقع، ما المتوقع منهم، وكيف يحلون هالمشاكل العائقة. هناك مشاكل يعاني منها المواطن، وهناك مشاكل أو خلل بنيوي ووظيفي في داخل الحكومة. ورثنا الكثير من المشاكل الأساسية
اللي تعيق التطور. المواطن له الحق لأن يعرف ويفهم ما هي هاي المشاكل وكيف يحل وكيف يصبر على هذه الحلول. ففي المنبر هذه نحاول جهدنا أن نسهل هذا الأمر لتقييم الحكومة. الحكومة الحالية لا يخفى بأنه واجه مشاكل عديدة، لكنه لحسن الحظ قليلين الحكومات اللي مضى على وجودهم 6 أشهر ولم يواجهوا أزمات تعيق استمراريتهم حتى. لكن هذه الحكومة ظاهر أصبح على استعداد لمواجهة هذه ولتطرح حلول ولجمع الشمل وللحصول على الدعم الدولي أيضا. نحن في السابق تعودنا على أنه الآليات الإدارة في داخل العراق أو مؤسسات الحكومة كانت إلى درجة من الهشاشة بأنه هي تسبب أزمات. الآن نشعر بأنه هناك تركيز من قيادة هذه المؤسسات في داخل الحكومة على مواجهة المشاكل وحلها، فهذا أدى إلى نوع من جو إيجابي يبشر بتفاؤل. لكنه نحن نريد نفهم ما هي، من أين تأتي هذه التفاؤل وبأدلة. بالتأكيد ليس من السهل تقييم عمل حكومة معقدة مثل هذه 6 أشهر، لكنه الشعور أو الأدلة أو الخبرة المتراكمة الآن أدى إلى اطمئنان حتى الشركاء الدوليين. مثلا اليوم مساعد وزير الخارجية الأمريكية واجهناها بالقول بأنه حتى الأمريكيين كانوا في ريب في شك بأنه هذه الحكومة ممكن أن تواجه كل هذه المشاكل وأن يكون أن تكون شريكة جيدة للمجتمع الدولي لحل مشاكل. لكنه الآن بعد 6 أشهر تغير آرائهم وطباعاتهم وهم قادمون لمد يد المساعدة لهذه الحكومة ويتكلمون بالتفاؤل. فالسياسة الأمريكية والسياسة الإيرانية اليوم أيضا سمعنا من إيرانيين، وبكرة بعد بكرة نسمع من الجانب الإيرانيين اللي ينظرون للعراق والسعوديين والخليج ومن تركيا نسمع منهم كيف ينظرون لمسيرة هذه الحكومة وكيفية تعاملهم معها. فكل ذلك يؤدي إلى شعور بأنه العراق ممكن أن يعامل كحالة طبيعية كعضو فعال في المجتمع الدولي، فيمكنه أن يلعب دورا فاعلا في المنطقة وفي الداخل. وطبعا المشاكل الداخلية الواضحة أيضا هي مواضيع حادة لكل من هو مراقب. يعني أي أن حضور المستشارين لرئيس الوزراء وسفراء وأيضا مسؤولين من العراق وخارجه أفهم أنه يدعم عملية تصحيح مسار الحكم؟ أي جهد يؤدي إلى تصحيح مسار الحكم والبلد ومؤسستها وبناء الدولة بشكل صحيح المفروض الكل يدعم. نحن كأكاديميين من واجبنا تشخيص المرض وتقديم حلول بدون تردد. إذا كان المسار على شكل غير صحيح هذا واجبنا أنه نحدد ونقترح إعادة صياغتها، لكنه لما نكون على مسار صحيح نحن المفروض نكون أول من يشهد بذلك. ليس من السهل أنه أي حكومة مسؤولة عن قراراتها شائكة أنه تكون دائما على مسار صحيح أو دائما على خطأ. الآن بالاتجاه العام للسفينة هي اتجاه إيجابية، وهذا ينعكس ذلك في شعور المواطن وفي أروقة وفي كل الأماكن اللي يتم فيها هكذا حوارات. فالظاهر أنه رويدا رويدا العراق يمشي بخطوات جيدة يطمئن الشارع ويطمئن المحيط الدولي. لكنه نأمل أنه يستمر هذا التوجه ويستمر هذا الإصرار على مواجهة المشاكل هناك من الفساد المالي إداري أو الأمني أو القضايا اللي مع الجيرة. كل هذا يعني كل هذه المواضيع الشائكة اللي شفنا أنه هاي الحكومة تحاول تتصدى لها هناك أدلة لوجود تطور. فنحن يجب أن
من خلال هذه اللقاءات والمنابر أن نقدم مقترحات سياساتية لتصحيح المسار لإعادة العراق إلى حالته الطبيعية كعضو فعال وكبلد بها حكم فعال لخدمة المواطن. فنحن لسنا جزء من الحكومة ونحن مراقبين وننتقد الحكومة لكنه بشكل البناء والإيجابي. نعم، رئيس مؤسسة الشرق الأوسط للبحوث ديلاور علاء الدين، شكرا جزيلا لك. الموازنة الاتحادية وبقية أحداث العراق نستعرضها مع الزميل علي حليم. ليك علي. رويدة، شكرا لك. شادينا تحية طيبة. فوت مجلس النواب على قانون وأنهى قراءة ومناقشة 4 مشاريع قوانين. بيان رسمي ذكر أن البرلمان صوت على مشروع قانون تعديل أمر تمليك قطع أراض سكنية لمنتسبي شركة مصافي الوسط، وأكمل قراءة التعديل الثاني لقانون وزارة العمل، واختتم قراءة مشروع قانون جهاز الأمن الوطني، كما قرأ مشروع قانون انضمام العراقي إلى النظام الأساسي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، ومشروع قانون تصديق اتفاق بين العراق وتونس بشأن الخدمة الجوية. هذا وأعلن رئيس مجلس النواب تسلم طلب نيابي لاستجواب وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، فيما تقرر رفع الجلسة إلى الخميس المقبل. استضافت اللجنة المالية النيابية جميع المحافظين ورؤساء اللجان النيابية للاستماع إلى آرائهم بما يسهم في توزيع مثالي للتخصيصات المالية، مع إمكانية زيادة إيرادات بعض المؤسسات بما يدعم الموازنة. جلسة نيابية غزيرة بمشاريع القوانين، لكن أنظار المشرعين توجهت بعيدا عن جدول الأعمال. أبواب المجلس فتحت أمام استضافة جميع المحافظين في لجنة تنمية الأقاليم عدا محافظات الأقليم، بهدف الاطلاع على تخصيصات المحافظات واستراتيجية الإنفاق وما تعانيه المحافظات، مع إمكانية زيادة التخصيصات أو المداولة بينها. المواضيع اللي طرحت قضية التخصيصات المالية للمحافظات في الموازنة والتي تشكل نسبة 1.2 بالعشرة من الموازنة، بحيث بالـ200 تريليون كان حصتهم 2.5 تريليون، فكانت توجهات باتجاه زيادة هذه النسبة. في وقت استمرت فيه اللجنة المالية النيابية بعقد اجتماعاتها التفصيلية، واستضافت هذه المرة رؤساء اللجان النيابية للاستماع إلى آرائهم بما يساهم في توزيع مثالي للحصص المالية، مع إمكانية زيادة إيرادات بعض المؤسسات بما يدعم الموازنة. اللجنة المالية دعتنا مشكورين رؤساء اللجان البرلمانية وكل البرلمانيين بحضور هذا الاجتماع التشاوري حول فقرات الموازنة ونسب القطاعات والوزارات والملاحظات التي هم أثبتوها عليها، وجرت مناقشات مستفيضة حول قطاع الكهرباء والقطاعات الأمنية واحتياجاتها، وكذلك للقطاع الزراعي وأهميتها. أروقة البرلمان ليست الوحيدة المنشغلة بالموازنة، فالأوساط السياسية تشهد خارج البيت التشريعي اجتماعات مكثفة بين قادة الكتل للإسراع بإقرار الموازنة الغائبة عن جدول العمل النيابي، فقد يطول الغياب حتى نهاية الشهر الحالي. علي أسد، UTV، بغداد. أيضا قال عضو المالية النيابية فيصل النائلي إن اللجنة أخذت على عاتقها مناقشة الموازنة مع الوزارات والهيئات، موضحا ليوتيفي أن هناك رؤية لتخفيف العجز في الموازنة.
اللجنة المالية أخذت على عاتقها وبشكل يومي مناقشة الموازنة مع السادة الوزراء ومع رؤساء الهيئات ومع كل لديه شيء في الموازنة لغرض الاطلاع عن كثب عن التخصيصات المخصصة لكل وزارة وإمكانية حقيقة لدى هناك رؤية لدى اللجنة المالية وربما لدى مجلس النواب في أن هناك تخفيض للموازنة في نسبة العجز، فهذه حتى تتولد هذه الإمكانية يجب يتم مناقشة الموازنة مع كل وزارة والتخصيصات المخصصة لكل وزارة وإمكانية صرفها خلال الفترة القادمة وما أين تذهب هذه التخصيصات وما هي المشاريع التي سوف تنفذ بشكل بالإضافة للموازنة التشغيلية اللي هي استحقاقات الموظفين وغير ذلك. من جانبها قالت عضو النزاهة النيابية عليا صيف إن اللجنة طرحت مقترح قانون العقود الحكومية لإلغاء العقود وتقليل الفساد في دوائر الدولة، واضحة أن المالية النيابية رحبت بالمقترح ووعدت بأن تلزم الحكومة بتشريعه خلال 3 أشهر. من ضمن الحلول التي طرحت من قبلنا احنا كرئاسة لجنة نزاهة طرح قانون العقود الحكومية. اليوم كل يعلم بأن بوابة أو شفط ميزانية الدولة، يعني المفترض احنا اليوم ميزانية 199 مليار تشكل استثمار مو تشكل صفر، هدر صفر، يعني اليوم بالموازنة كل رقم الموازنة بكل ما للدولة هو يعتبر هدر وليس استثمار. لذلك اقترحنا كلجنة نزاهة أن يتم تشريع قانون العقود الحكومية. طبعا كان هناك تعاطي وتجاوب كبير من اللجنة المالية، وعدونا بأن يضعون بند بالموازنة بأن يتم إلزام الحكومة بتشريعها خلال 3 أشهر حتى نلغي كل التعليمات تنفيذ العقود والاستثناءات والعقود الاحتكارية ونقلل من الفساد الموجود بالدولة العراقية. أيضا احنا كنواب جمعنا تواقيع من قبل أعضاء مجلس النواب لتقديمه كمقترح القانون لكي تكون ورقة ضغط على الحكومة لتشريعها. عن الموازنة الاتحادية ينضم إلينا من بغداد الخبير الاقتصادي صفوان قصي. سيد صفوان بداية مرحبا بك. سيد صفوان، حتى اللحظة لم تقر الموازنة أو لم يقر قانون الموازنة، كيف تتابع الأمر؟ يعني من التأكيد اللجنة المالية تحاول ترشيد الانفاق العام لأن 63 تريليون عجز في 7 أشهر بالتأكيد رقم كبير. عملية تحليل الانفاق وضبط الإيرادات تأخذ حيز كبير من الاهتمام بالنسبة للجنة المالية. هم يحاولون يعني عدم تكرار الصرف على نفس الباب من قبل الوزارة أو من قبل المحافظة. فالالتقاء بالمحافظات، يفترض أن المحافظات لديها خريطة واضحة للانفاق أين ستذهب الـ2.5 تريليون من أجل عدم تمويلها من قبل وزارات الاتحادية. بنفس الوقت الوزارات الاتحادية من أجل خلق فرص عمل متوازنة بين المحافظات أن تعرض أين سيذهب انفاق هذه الوزارات الاتحادية. المشكلة أن آلية إعداد الموازنة هي موازنة بنود، فعملية إرفاق جداول تحليلية لمسار الانفاق العام عن طريق برامج، عن طريق ضبط النفقات. طبعا بالتأكيد حكومة السوداني تحاول أتمتة الانفاق العام وأتمتة الإيرادات العامة، فلو كانت لدينا نافذة إلكترونية يوضع بها رقم الباب الذي سيصرف منه وأين سيذهب هذا الدينار من أجل عدم تكرار وأن يكون هذا الدينار هو دينار منتج وليس دينار استهلاكي. لاحظت بالتقرير اللي عرضته حضراتكم أن هناك رغبة في التحول نحو موازنة العقود التعاقدات الحكومية وأن تكون يعني ديوان الرقابة المالية حاضر في عملية تدقيق العقد من أجل ضبط الوزارات الاتحادية. صفوان، ما الفرق بين العقود الحكومية والعقود الأخرى؟ يعني أين التغيير؟ التغيير بأن عندما تتعاقد مثلا على إنشاء يعني مبنى أو صيانة مبنى ضمن عقد تقوم بعملية تقييم العروض والعطاءات المقدمة، تتعاقد على أساس أن هذه الصيانة تستمر لأكثر من سنة ضمن شركات رصينة تقدم ضمانات تراقب أداء العقد الحكومي، بينما القسم من الوحدات الحكومية تلجأ إلى التنفيذ المباشر إلى التعاقد مع مقاولين أصبحوا احتكاريين لبعض الوزارات الاتحادية، وهنا يكمن الفساد الحقيقة. هناك جهات سيطرت على الانفاق العام ضمن أبواب وعناوين يعني محتكرة للانفاق العام، فعندما تكون لدينا رؤية وتعرض أمام البرلمان ونلزم الحكومة بالتعامل بشفافية
في عرض هذه العقود، وأن تكون لدينا نافذة الأنفاق معروفة مشخصة، يعني ضبط حركة الإيرادات وضبط حركة النفقات من أجل تقليل العجز. هناك يعني بالتأكيد مستلزمات سلعية، مستلزمات خدمية يمكن ضغطها، وحتى بنت تعويضات الموظفين الذي ارتفع يعني من 43 تريليون إلى 59 تريليون، علينا أن نعلم من هم موظفين دوائر الدولة، أين يعملون، ما هي إمكانية مجلس الخدمة الاتحادي بعزل الموظفين الفائضين عن الحاجة عن الموظفين الذين يؤدون خدمة، وإجراء المناقلات بين الوزارات الاتحادية، التنسيق بين الوزارات، إمكانية استثمار الطاقة العاطلة في بعض الوزارات من أجل أن تكون لدينا إعادة هيكلة لحركة الوحدات الحكومية. بدون هذا الموضوع تكرار الأنفاق ونمو الفساد بالتأكيد لن تصبح الحكومة حكومة منتجة. سي صفوان، تحدثت كثيرا أو ذكرت كثيرا موجز في الموازنة، يعني ما هي الآليات التي يجب اتباعها قبل إقرار الموازنة حتى نخرج بعجز أقل من ما هو محتمل أو من المفترض أن يكون؟ يعني من الواضح أن حكومة السودان تحاول ضبط الجمارك وضبط الضرائب، دعم القطاعات المنتجة على مستوى بعض الوزارات الاتحادية، يعني توسيع دائرة التوظيف في القطاعات المنتجة. هناك وزارات مرحلة بالكوادر الوظيفية، يفترض أن نعزل الموظفين العاطلين، الموجودات العاطلة، ونستأجرها من قبل وزارات أخرى. العلاقة بين الوزارات علاقة ضعيفة، وكذلك العلاقة مع القطاع الخاص بعقود طويلة الأجل من أجل أن تدعم هذه الموازنة نمو القطاع الخاص. الصناديق التي أقرت في الموازنة أو يفترض أن تقار هي 6 صناديق، أين ستذهب أموال هذه الصناديق؟ ما هي طريقة التعاقد ضمن هذه الصناديق؟ فالموازنة تحتاج إلى أقرار بأسرع وقت ممكن بثلاثية الأبعاد، لكن مع رفع يد الحكومة عن مسألة الاقتراض الخارجي 10 تريليون، ومع مسألة إدارة الصناديق، صناديق التقاعد، صناديق الضمان بعقلية استثمارية. لا تزال وزارة المالية تقوم بتسديد مستحقات المتقاعدين، وهذا بالتأكيد يرهق من الموازنة. ترهل الكادر الوظيفي وعدم تغيير شكل العمل في القطاع الحكومي يحتاج إلى إعادة نظر من أجل أن تكون لدينا يعني إصلاح مالي واقتصادي يتناسب مع عالم الرقمنة، مع الانفتاح على موضوع إيقاف حرق الغاز، الربط الكهربائي، إنشاء المدن الصناعية. هناك مشاريع ورقية جدا رائعة تحتاج إلى متابعة في التنفيذ لكي فعلا يكون هذا الإنفاق إنفاق منتج يساهم في تقليل البطالة والفقر. أما من بغداد الخبير الاقتصادي صفوان قصي، سيد الكريم شكرا جزيلا لك. طالب أصحاب الهمم في جلسة حوارية لمنظمات مجتمعية نجفية بتشريع قانون يتضمن لهم الحقوق أو يضمن لهم الحقوق والمساواة وفق المعايير الدولية المتبعة في أغلب بلدان العالم. شريحة منسية بلا قوانين تضمن حقوقهم، ذوو الاحتياجات الخاصة أو أصحاب الهمم، دعوات نجفية لإنصافهم ومنحهم ما يحتاجون إليه لتحقيق المساواة مع غيرهم. منظمات مجتمعية نظمت جلسة حوارية مع عدد من مسؤولي المحافظة على الصعيدين التنفيذي والرقابي، ناقشوا خلالها احتياجات ذوي الهمم ومطالبهم. أكثر من 200 إلى 250 طرف طبي ومسند يتم إعطاءه سنويا إلى ذوي الاحتياجات الخاصة. بالتأكيد لهم الاهتمام الكامل لذوي الإعاقة، وتعنى دائرة الصحة في هذا الموضوع من خلال توفير الكراسي الكهربائية والمساند والأطراف الصناعية. نواب عن النجف ذكروا خلال الجلسة أنهم تقدموا بمقترح لرئاسة البرلمان لإضافة مادة تشمل أصحاب الهمم بصندوق لرعايتهم أسوة بأقرانهم في إقليم كردستان العراق. تمنا مشروع، مو مشروع، إنما أضافت مادة صندوق دعم ذوي الاحتياجات الخاصة
هذا موجود في كردستان ولكن في المنطقة الغربية والوسط الجنوب ما موجود. نستفاد من تجارب الآخرين، هذا يعني أول موضوع. الموضوع الثاني على مستوى المحلي، فتحنا جميع الدوائر للأخذ والاهتمام بمعايير الدولية لذوي الاحتياجات الخاصة. أصحاب الهمم وهم المعنيون بالقضية أوضحوا معاناتهم وما تقدمه الوزارات لهم في العراق، مطالبين بتشريع قانون يضمن لهم الحقوق. ذوي الهمم هي شريحة واسعة بالمجتمع ومظلومة ومحرومة من كل شيء. أبسط شيء اللي هي من نوع الخدمة كمقدمة، خدمة صحية صفر معدومة، كخدمة بيئة صديقة ملائمة ضمن داخل المدن خدمة معدومة. احنا من نريد نمشي نلقى أنقاض بالطريق أو الطرق متكسرة، فهي تعيقنا. ثانيا توفير مصاعد ببعض الدوائر لازم تتوفر، وبعض المدارس لازم تكون مناسبة لذوي الاحتياجات. يعني مثلا أنا تركت المدرسة بسبب أن الصف مالتي فوق، لا أقدر أصعد له ولا أقدر أخلي شخص يعني يساعدني أكثر من مرة، أكيد راح يمل ويتعب. تفعيل برنامج تكيفي ذوي الاحتياجات الخاصة لم يتجاوز وصفه مجرد إعلان لا أثر له على أرض الواقع طوال الأعوام الماضية، فيما تستمر مطالب أصحاب الهمم بتشريع قوانين وتنفيذ أخرى تضمن لهم الحقوق وفق المعايير الدولية المتبعة في أغلب بلدان العالم. من النجف، حسام الكعبي، UTV. حملة إعمار مركز الكوت تهدد في طريقها 1000 وحدة سكنية. بعض تلك البنايات يتجاوز عمرها 40 عاما ويرفضون اقتراح الحكومة المحلية بناء مساكن أخرى لهم. أكثر من 1000 وحدة سكنية في مركز الكوت مهددة بالإزالة بعد أن شملتها حملة إعمار لتطوير المدينة، إذ يتجاوز عمر هذه العمارات 40 عاما. معظم سكان المنطقة من ذوي الدخل المحدود، ما دفع الحكومة المحلية إلى اقتراح بناء مساكن أخرى بعد الهدم وتسليمها لشاغليها سابقا، لكن العوائل رفضت هذا المقترح. يجي المستثمر يجتمع بينا ويتفق ويانا، تعال يا بحنا نبني مكانها عمارات عالية ونعطيكم نفس الشقة بالدور الثاني، نعطيك بالدور الثاني، لكن القيمة مالتها أكثر من هاي، أنت لازم تدفع الفرق. يعني أنا فوق ما متملك هاي الشقة مثلا أدفع فرق ليش؟ رفض الأهالي لمقترح الاستثمار دفع الحكومة المحلية إلى اقتراح آخر، وهو تعويضهم بقطع أراض لإفراغها واستكمال المشاريع على أرضها. فهناك مشروع إعمار كامل لهذه المنطقة ويتطلب إزالة التجاوزات الموجودة في منطقة العمارات السكنية، وكذلك وجه السيد محافظ واسط بإعداد قطعة خاصة بهؤلاء المتجاوزين الموجودين التي تقع على المشاريع لغرض تعويضهم وشمولهم بالقرار 320. وفي حالة التعويض فإن أكثر من 100 عائلة لن تشملها الخطة لكونها مستأجرة لهذه الشقق من وزارة الإسكان، ولم تملك لهم حتى بعد قرار تمليكها لشاغليها. هذا كتاب موجود تشوفه بالكاميرا، هذا كتاب، واحنا الشقق دافعين فلوسها 3 مرات مال ممتلكات الدولة، 3 مرات انا مسدد مال الدولة، يعني دافع فلوسه مضاعف 3 مرات وما ملكونه وما خلينا واحد ما رحنا له. قرار تهديم هذه العمارات خفض بشكل كبير من قيمتها في السوق، ما جعل سكان هذه المجمعات بانتظار حل فاعل وعاجل يضمن لهم سكنا كريما وقريبا من مركز الكوت. من واسط، حمزة الأسدي، UTV. حالت وزارة السياحة فندق الموصل الدولي إلى شركة لتعيد بناءه بعد تعرضه للدمار في مدينة تخلو من أماكن إقامات وسياحة حديثة. بعد أكثر من 20 عاما على خروجه عن الخدمة ونحو 9 أعوام على تدميره بالكامل، يعود فندق الموصل الدولي إلى الحياة. وزير السياحة أحمد فكاك أكد إحالة الفندق إلى إحدى الشركات العراقية لتعيد بناءه وفق مواصفات عالمية بمدة إنجاز لا تتجاوز 2 عام. وتعاني مدينة الموصل من عدم وجود فنادق للدرجة الممتازة، ففندق الموصل وفندق نينوى الدوليان يواجهان المشاكل الاستثمارية ذاتها.
فندق الموصل طرحناه كفرصة استثمارية بعد إنهاء العقد مع شركة سومر للاستثمارات العقارية. وجود فندق 5 نجوم هاي غاية، يعني احنا نطمح إلى الوصول إليها، لكن بالوقت الحالي واقع الحال الفنادق اللي موجودة والمجمعات السكنية اللي موجودة في محافظة نينوى هي لا تليق بالمستوى المطلوب. ويواجه السياح من داخل وخارج العراق ووفود المنظمات التي تقصد الموصل مشاكل في إيجاد فنادق من الدرجة الممتازة، باستثناء بعض الفنادق الأهلية والمجمعات السكنية، وهي بطبيعة الحال لا تليق بالمدينة وتاريخها. المدينة هي أصل سياحية لأن بها مرافق سياحية كثيرة، ونشوف نحن أكو تطور بمدينة الموصل بس ما أبه ذاك المستوى، يعني فنادق ما عندنا بالموصل سياحية كلها درجة ثانية، يعني ما بيها 2 ستار 3 ستار ما بيها. ومع ازدياد إقبال السياح والزائرين إلى الموصل وعموم محافظة نينوى، باتت الحاجة ملحة إلى إنشاء فندق بمواصفات عالمية يوفر أجواء سياحية ويلبي طموحات سكان وزائري ثاني أكبر مدن العراق. ولعل الإعلان عن قرب إعمار فندق الموصل سيفسح المجال أمام إعادة إعمار الفنادق الأخرى وينهي واحدة من أعقد المشاكل في نينوى. من الموصل محمد سالم، UTV. ضحايا وشاية المخبر السري والتحالف السيادة يؤكد العفو العام مطلب عراقي. رويدة معك هذا. شكرا علي. أهلا بكم مجددا. قانون العفو العام لا يزال يواجه مصيرا غامضا على الرغم من وجود اتفاق سياسي على تشريعه، ففي وقت يشير فيه مراقبون إلى أن إرادة سياسية تعمل على تعطيله وعدم تمريره، يؤكد مختصون أن إقراره سوف ينصف شريحة اجتماعية مظلومة ويسهم في تعزيز السلم المجتمعي ويزيد ثقة المواطن بالحكومة كونه ينقذ من يقبعون داخل السجون بوشاية المخبر السري. أكثر من 3000 معتقل في مدن صلاح الدين ضحية لوشاية المخبر السري، وإذ ينتظر ذووهم إقرار قانون العفو العام، دعت بعض منظمات المجتمع المدني الحكومة إلى الإسراع في إنهاء ملفهم الشائك وتحرير الأبرياء من السجون. بفارغ الصبر تتشبث هذه العائلة بأمل عودة أبنائها 3 المعتقلين. عدد كبير من أبناء صلاح الدين لا يزالون خلف القضبان بوشاية المخبر السري سيء الصيت، إذ زج عدد كبير من الأبرياء في السجون. زوجي من 2014 معتقل وبريء ما عنده شيء، وعمالي كان يشتغل ونحكم ظلم وبصموا على أقوال مو مالته، مال معتقلين ميتين وبصموا شادين عيونه وهددوه، وحتى دقوا علي وهددوني وقالوا لي إذا ما يعترف نسوي بيه ما نسوي ونجيب شقباله. موضوع ولدي 3 جابهم مخبر سري مسجونين، 2 بالناصرية والكبير بالتوجي، وجابهم ظلم ونحكموا ظلم، وعيالهم وجهالهم يعني داحوا وهم أبرياء. والله ما أدري، نريد عفو العام يعني من الحكومة. ملف العفو العام والمغيبين وعودة أبناء جرف الصخر كان ضمن ورقة تشكيل حكومة السوداني التي مضى على تشكيلها 6 أشهر، إذ يصر تحالف السيادة على تحقيق تلك النقاط. بعد 6 أشهر من تشكيل الكابينة الوزارية، بدأت الحكومة بإجراء خطوات جادة لتنفيذ اتفاقات تشكيلها، وأبرزها ملفات العفو العام وإعادة النازحين وإعمار المناطق المحررة. وينتظر أكثر من 3000 معتقل وذووهم من مختلف مدن صلاح الدين إقرار قانون العفو العام وإدخال الفرحة على قلوبهم قبيل عيد الأضحى. من صلاح الدين محمد قادر، UTV. وقال رئيس الكتلة النيابية لتحالف السيادة شعلان الكريم أن قانون العفو العام ليس مطلبا سنيا بل هو عراقي، مؤكدا لبرنامج الحق يقال أن 40% من ورقة الاتفاق السياسي تم إنجازها. هذه النقاط التي اتفق عليها تخص أبناء الشعب العراقي ككل، مو فقط المكون السني. يعني هناك أمور مهمة جدا مثل قانون العفو يشمل الأبرياء من جميع أبناء الشعب العراقي بدون استثناء.
الحكومة اليوم حقيقة مضت في تنفيذ هذه الورقة وقطعت شوطا كبيرا، ما يقارب 40% من هذه الورقة، من إنجاز هذه الورقة. وهذه إذا ما تم إنجاز هذه الورقة أو جزء من هذه الورقة هو بحد ذاته مكسب لكل القوى السياسية المشتركة في تشكيل الحكومة وفي البرلمان العراقي. من يو تي في كانت هذه جولتنا الإخبارية، إلى اللقاء.